السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنحاول تصحيح الجزء الأول من امتحان الإقليمي لشهادة نهاية الدروس الابتدائية في مادة الرياضيات دورة يونيو 2015، امتحان جلدته مديرية إقليم شتوكا أيتباها. هذا الجزء المتعلق بالأعداد والحساب، كما تلاحظون في هذا الجزء هناك أربعة أسئلة أو أربعة تمارين. التمرين الأول ترتيب، التمرين الثاني ضع وإنجاز العمليات الأربع، ثم حساب واختزال الأعداد الكسرية، ثم المسألة المتعلقة بالأعداد التناسبية. إذن بالنسبة للسؤال الأول، أرتب الأعداد التالية ترتيبا تناقصيا. إذن بالنسبة لنا مجموعة من الأعداد، إذن بالنسبة للترتيب التناقصي يعني من الأكبر إلى الأصغر. إذن مجموعة من الأعداد، إذن نبحث عن أكبر هذه الأعداد وهو 6.67، ثم رمز أكبر من يليه 13 على 2، إذن 13 على 2 هي 6.5، ثم يليه 43 على 7، إذا قسمنا 43 على 7 تعطينا 6.14، يليه العدد الموالي 6.005، ثم في الأخير أصغر الأعداد هو بين هذه الأعداد هو العدد 6. بالتالي نحصل على الترتيب التالي، 6.67 أكبر من 13 على 2، أكبر من 43 على 6، أكبر من 6.005، أكبر من 6. نمر إلى العمليات، لأن عملية الطرح والجمع كما تلاحظون هنا لدينا عملية الجمع بين قوسين ثم عملية الطرح. إذن في مثل هذه العمليات دائما نبدأ ما بداخل الأقواس. إذا نقص نجمع 506.75 مع 138. إذا لاحظوا نضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، ثم نضيف هنا الأصفر لنشكلها جزءا عشريا هنا. إذا الفصيلة تحت الفصيلة، ثم بعد ذلك ننجز العملية. إذا جمع هذين العددين يعطينا 644.75. إذا نجمع 5 مع 0 تعطينا 5، 7 مع 0 7، 6 زائد 8 14، نكتب 4 ونحتفظ بواحد، ثم 1 زائد 3 4، 5 زائد 1 تساوي 6. ثم ننجز عملية الطرح. المجموع الذي حصلنا عليه هنا نطرح منه 114.6. إذن 644.75 ناقص 114.6. إذن ماذا يساوي؟ إذن 5 ناقص لا شيء تساوي 5، 7 ناقص 6 تساوي 1، 4 ناقص 4 0، 4 ناقص 1 3، ثم 6 ناقص 1 5. إذن نحصل على 530.15، إذن الفصيلة تحت الفصيلة. نمر إلى العملية الموالية، هي عملية القسمة. إذن 189.42 مقسوم على 154. إذن نلاحظ هنا لدينا ثلاثة أرقام، إذن نأخذ فقط ثلاثة أرقام. إذن هنا خطأ، إذن يجب أن نأخذ فقط ثلاثة أرقام. إذن 189 مقسوم على 154 تساوي 1. إذن 1 في 154 نضرب 1 في 154 نحصل على 154. ثم بعد ذلك نمر إلى عملية الطرح، فنطرح من 189 154، فنحصل على 35. إذن الآن سننزل 4، فيصبح لدينا 354 مقسوم على 154. إذا نقول كم من 154 في 354؟ نقول لدينا 2، 2 في 154 تساوي 308. نقوم بعملية الطرح. إذا 354 ناقص 308 تساوي 46. الآن نمر إلى إنزال
انت لي اثنان. نلاحظ هنا نسينا وضع الفصيلة بعد إنزالي أربعة، إذن مباشرة بعد إنزالي أربعة نسينا وضع الفصيلة، إذن يجب أن نضع الفاصلة هنا، يجب أن نضع الفاصلة هنا، إذن هنا خطأ يجب أن تنتبه إليه. إذن نستمر ننزل اثنان فيصبح لدينا 462 مقسوم على 154 تساوي 3. 3 في 154 تساوي 462، إذا نقوم بعملية الطرح، إذا 462 قسم 462 تساوي 0، إذا نحصل على الخارج 1.23، إذا 1.23 وليس 123 هنا، إذا أخطأنا لما نزلنا 4 لم نضيف الفاصلة. نمر الآن إلى عملية الضرب، إذن لدينا 50.93 في 98 تصبح، إذن نضرب 8 في 50.93 وتعطينا هذا العدد 40744، ثم نضع نقطة، ثم نضرب 9 في 50.93 فنحصل على 45837، ثم نقوم بعملية الجمع فنحصل على هذا العدد، نحصل على هذا العدد، ثم نحصل على عدد الأرقام الخارج، إذن لدينا عفوا عدد الأرقام وراء الفاصلة، ثم لدينا رقمين وراء الفاصلة، ثم 1 2، ثم نضع الفاصلة، إذن سيصبح لدينا العدد المحصل عليه هو 4991.14. إذا نمر الآن إلى أعداد الكسرية، لدينا 1 على 6 + 2 على 3 في 3 على 5 - 1 على 5، إذا ننجز العمليات موجودة بين قوسين، إذا 1 على 6 + 2 على 3 الذين عددين لهما مقامين مختلفين، إذا نقوم بتوحيد المقام، إذا نضرب العدد الكسري الأول في مقام العدد الكسري الثاني زائد العدد الكسري الثاني في مقام العدد الكسري الأول، يصبح 1 في 3 على 6 في 3 + 2 في 6 على 3 في 6، يصبح لدينا 3 على 18 + 12 على 18، إذا حصلنا على عددين كسريين لهما نفس المقام، إذا نوحد عفوا نجمع البسطين ونحتفظ بالمقام، فيصبح لدينا 15 على 18 تساوي، بعد الاختزال سيصبح العدد هو 5 على 6. الآن نمر إلى العملية الطرح، 3 على 5 - 1 على 5، إذا الذين عددين كسريين لهما مقامين لهما نفس المقام عفوا، إذا نطرح البسط من البسط ونحتفظ بالمقام، إذا 3 - 1 على 5 تساوي 2 على 5. الآن نضرب 5 على 6 في 2 على 5 فجداء البسطين على جدائي المقامين، إذا 2 في، إذا نختزل هنا، نختزل، إذا 5 في 2 تساوي 10 و6 في 5 تساوي 30، بعد الاختصار على 10 تصبح 1 على 3، إذا بعد الاختصار سيصبح 1 على 3، أو يمكن كذلك أن نختزل منذ البداية، إذا هنا 5 في البسط و5 في المقام، كذلك 2 هنا هي 2 في 1 و6 تساوي 3 في 2، إذا نختزل على 2 يصبح لدينا 1 على 3. بالنسبة للتمرين الرابع، مسألة، إذا لدينا مسألة التالية، وضع تاجر رأس مالا في بنك بسعر 8% وبعد 17 شهرا حصل على فائدة قدرها 6460 درهم. السؤال الأول أو السؤال ألف، وحسب الفائدة السنوية، ثم باء، وحسب مبلغ رأس المال. إذا للإجابة على السؤال الأول، حساب الفائدة السنوية، إذا الذين الفائدة في 17 شهرا هي 17 شهر يعني سنة وخمسة أشهر، فائدتها هي 6460، إذا ننشئ جدولا لأعداد متناسبة،
السطر الأول يمثل الشهور والسطر الثاني يمثل الفائدة. إذن الفائدة في 7 أشهر كما جاء في المعطيات هي 6460 درهم، ونبحثه الآن عن الفائدة في 12 شهر يعني في سنة. إذن هنا لدينا لإيجاد الفائدة في 12 شهر نطبق قاعدة جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. إذن الفائدة السنوية هي 12 في 6460 مقسومة على 17 خلال الجدول، إذن ستساوي ماذا؟ بعد إنجاز العملية سنجد أنها تساوي 4560 درهم في السنة في 12 شهر. إذن في 12 شهر يعني في السنة الفائدة السنوية أو الفائدة هي 4560 درهم. بالنسبة لحساب رأس المال، الآن نعرف الفائدة في السنة، نعرف سعر الفائدة. إذا لحساب رأس المال ماذا نفعل؟ يمكن أن ننشئ نفس الجدول مثل الجدول الأول هذا، مثل هذا الجدول لحساب، أو مباشرة نضرب الفائدة السنوية في 100 على 8 للحصول على رأس المال اللي هو 57000 درهم. إذن حسبنا في السؤال الأول ألف فائدة سنوية، ثم السؤال باء حسبنا رأس المال. إذن وبهذا نكون قد انهينا آخر سؤال في هذا الجزء. شكرا على انتباهكم.